السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله وقاتكم، حياكم الله. هلا والله مرحبا، ما شاء الله تبارك الله. وهذا خبز التاوة اللي وعدناكم نجيب طريقته اليوم، بنشرحها لكم بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله. طبعا تغطى مع عسل، مع زبادي، هل يصلح لك أو تحشيه بحشوة بأي شيء، خضار، جبن، اللي تبغى يصلح على كل شيء. ما شاء الله تبارك الله. وهذه طريقة عمل خبز التاوة. هذه العجينة جابها لنا أبو جواد الله يعطيه العافية، وكورها لنا الرياض بالشكل هذا، وبنزل لكم مقاديرها بعد شوي. وهذا الجهاز الرصع خبز التاوة، هذا متوفر عند فروع قصر الأواني. لا بدينا. ملعب رياضي. ايوه، بعدين يحطها بالزيت وعلى طول يقلبها على وجهها الثاني، خليها لين تشقر. خلاص كذا الان استوت.